بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذي وتلميذاتي، معكم اليوم على منصة المصرية الدرس الثاني من دروس المحفوظات. النص اليوم بعنوان كن قويا. هل سألتم أنفسكم كيف تكونون أقوياء؟ منكم من سيقول لي سأكون قويا بالأكل أو بالطعام، وآخر سيقول سأكون قويا بالعلم، وأخرى ستقول سأكون قوية عندما يصبح لدي الكثير من الأموال. تعالوا معا نفكر في الإجابات حول أنواع القوة. هل هي قوة جسدية أم قوة علمية أم قوة المال؟ إذا ما حاولنا أن نصل إلى الإجابة الصحيحة ستجدون أن كل تلك الإجابات المال والعلم أو الصحة تكمل بعضها البعض. نصيحة مني إليكم أحبائي، تناولوا طعامكم جيدا، ابتعدوا عن الأطعمة المباعة في الطريق، تناولوا الأطعمة الصحية، الفاكهة، الخضروات، وكل ما ينتجه لنا الله سبحانه وتعالى أو يخلقه لنا، ابتعدوا عن مكسبات الأطعمة. أما إذا تناولت طعامك الصحي جيدا ستستطيع أن تمارس الرياضة من الجري أو القفز أو السباحة أو ركوب الخيل. إذن هي دائرة تكمل بعضها البعض، طعام صحي، لعب للرياضة أو ممارسة الرياضة، وبعد الطعام والرياضة ستكون عقلية ممتازة، مفكرا نشطا، ستقدر على العمل، ستستطيع أن تنجز الكثير من الأعمال، ستستطيع أن تصل إلى ما أعلى الدرجات ومراتب الدرجات العالية، لحظتها ستحصل على الكثير من الأموال. طعام، رياضة، ذهن نشط، وعقل متفتح، ومعلومات كثيرة، ساعتها ستصل حتما إلى الكثير من الأموال وستنجز الكثير في هذه الحياة. أما أنا وأنت وأنت وأمك وأبيك وأختك وأخيك، هل سيفكرون بهذه الطريقة؟ نعم، يجب جميعا أن نفكر بهذه الطريقة من أجل بلدنا مصر. مصر ترجو منا أن نكون أقوياء أصحاء، لا ترجو أجيالا ضعيفة، لا ترجو أجيالا ذوي الإرادة القليلة أو المهزومة. نحن ولا بد أن نساعد بلدنا ووطننا على أن نجتاز بها إلى أعلى الدرجات وأعلى الأمم، حتى نكون كما قال عنا الجميع أو العالمين، مصر أم لهذا العالم كله. تعالوا معي أحبائي نتعرف اليوم على نصنا. نصنا اليوم بعنوان كن قويا، وكما قلنا القوة قوة في العقل وقوة في الجسم وقوة في الصحة. يقول شاعرنا اليوم هو محمود غنيم من مواليد محافظة المنوفية. هذا الشاعر كتب قصيدة جميلة في حب أبناء مصر وفي حب مصر أيضا. هذه القصيدة كتبت في حب مصر وأبناء مصر. يقول الشاعر: يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهز النائمين، مصر ترجو منكم جيلا فتيا سالم البنية مقداما قويا، لا ضعيفا خائر العزم عييا، كتب الذل على المستضعفين، إنما الصحة عنوان الحياة، فانشروها مضرة فوق الجبات، وانشروها بسمة فوق الشفات، وبعثوها رحمة للعالمين. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهز النائمين. كما استمعتم معي إلى أبيات الشاعر محمود غنيم، الشاعر يطلب منا
في الأبيات الأولى وينادي يا شباب العلم في الوادي الأمين، ينادي على شباب مصر في كل أنحاء مصر، ينادي على الأطفال على البنات على البنين، ينادي على كل أبنائها يا شباب العلم في الوادي الأمين. والوادي الأمين المقصود به مصر. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهزوا النائمين. لم يقصد الشاعر أن الصبح قد أشرق أو أن الشمس طلعت، إنما يقول لنا بأنه حانت لحظة العمل ودقت ساعة النشاط. أيقظوا الكسالة، النائمين هم الكسالة، أيقظوهم، قوموا بتشجيعهم، قوموا بمساعدتهم على أن يعملوا، شدوا من أيديهم، ساعدوهم أن يصلوا بنا وبكم إلى أعلى الدرجات. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهزوا النائمين. مصر ترجو منكم أنتم، مصر ترجو منك أنت وأنت، الولد، البنت، الرجل، المرأة، مصر ترجو منا جيلا قويا لا ضعيفا، لا ضعيفا في الجسم أو الإرادة، لا ضعيفا خائر العزم عاليا. مصر لا تقبل الإرادة الضعيفة، لا مكان لضعيف على أرض مصر. انهض وحاول وحاول ثم حاول أن تفعل شيئا من أجل نفسك ولأجل بلدك. يقول لنا الشاعر أن نجعل من الصحة أساسا لحياتنا، عنوانا لحياتنا. لا مكان لمرض، لا مكان لطعام ملوث، لا مكان لعدم ممارسة الرياضة، لا مكان لعدم القدرة على العمل بحجة التكاسل أو أنك هزيل أو ضعيف. الصحة هي عنوان حياتنا. يطلب منا الشاعر أن نجعل الصحة تاجا يوضع فوق رؤوسنا، مثل تاج الملك أو تاج المملكة يوضع فوق رؤوس الأصحاء. والشاعر يطلب منا أن نرسم بهذه الصحة بسمة فوق الشفاء. بالفعل، أنت صديقي إذا كنت مريضا هل تستطيع أن تبتسم؟ إذا كنت لا تعمل والمال لديك قليل أو لا تمارس الرياضة هل تستطيع أن تبتسم؟ فكر، إذا تناولت طعاما صحيا ومارست الرياضة وعملت الكثير والكثير من أجل بلدك وقمت بالعمل الجاد، ستكون إنسانا سعيدا وستنشر أنت السعادة لكل من حولك. وانشروها رحمة للعالمين، السعادة التي ستنشرها يا صديقي وتوزعها على العالمين هي رحمة لك ولها الثواب والأجر الكبير. من أجل مصر، من أجل نفسك، من أجل من هم حولك، حاول أن تنهض بنفسك لتنهض ببلدك ووطنك. تعالوا معي أحبائي ننتقل إلى معاني المفردات مع قراءة الأبيات. يقول الشاعر محمود غنيم: يا شباب العلم في الوادي الأمين، شباب العلم أي طلاب العلم في ربوع مصر، والوادي الأمين المقصود به مصر. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهزوا النائمين. أشرق الصبح أي دقت ساعة العمل. أشرق الصبح أي دقت ساعة العمل. النائمين المقصود هنا الكسالة ومفردها كسول. النائمين هم الكسالة، أيقظوا النائمين أي أيقظوا الكسالة ومفردها الكسول. مصر ترجو منكم جيلا فتيا سالم البنية مقداما قويا. معنى ترجو تريد وتطلب، فتيا معناها قويا، سالم البنية أي صحيح الجسم، والبنية بمعنى الجسم أو الجسد، سالم البنية مقداما شجاعا، مقداما بمعنى شجاعا، لا تريدك جبانا، مقداما معناها شجاعا، لا ضعيفا خائر العزم عييا، خائر العزم أي ضعيف الإرادة، عييا بمعنى مريضا. كتب الذل على المستضعفين، الذل عدم الكرامة، الهوان، معنى الذل الهوان، المستضعفين بمعنى الضعفاء.
وكلمة كتب بمعنى فرض عليك الذل. إذا أردت أن تكون إنسانا ضعيفا سيكتب عليك الذل رغما عنك. إنما الصحة عنوان الحياة، عنوان الحياة بمعنى أساس الحياة، عنوان الحياة بمعنى أساس الحياة. فانشروها نضرة فوق الجبال، أي بمعنى ارسلوها أو ضعوها أعلى الجباه، الجباه وهو قمة الرأس، في أعلى الرأس، الجباه مفردها الجبهة، فانشروها نضرة جمالا فوق الجباه. وارسموها بسمة فوق الشفاء، وابعثوها رحمة للعالمين. معنى ابعثوها ارسلوها. تعالوا معا ننتقل إلى التعبيرات الجميلة أو ما نقول عنها مواطن الجمال. الشاعر في الأبيات يقول: يا شباب العلم في الوادي الأمين. عندما قال يا شباب العلم هو أسلوب نداء ينادي على شباب العلم في ربوع مصر ليبين له مدى لهم مدى محبتهم. الشاعر في هذا الأسلوب يا شباب العلم هو أسلوب نداء ينادي فيه الشاعر على شباب العلم أو طلاب العلم في ربوع مصر، وهذا يدل على حبه الشديد لطلاب العلم. يا شباب العلم في الوادي الأمين. الوادي الأمين، هل الوادي إنسان؟ كي نصفه بصفة الأمانة أنا أقول أن الوادي أمين، ولكن الوادي ليس بإنسان. إذن الشاعر يصف الوادي ويقصد مصر، الوادي الأمين هنا يقصد مصر بأن هذا الوادي أمين على أبناء مصر يعطي من أعطاه. الوادي الأمين تصوير، حيث يصور الشاعر في هذا التعبير الوادي بأنه شخص أمين على أبناء مصر يعطي من أعطاه. يا شباب العلم في الوادي الأمين أشرق الصبح. أشرق الصبح بمعنى دقت ساعة العمل. الشاعر في أشرق الصبح يؤكد لنا أو يأتي بهذا التعبير الجميل حتى يدعو إلى النشاط، حتى يدعو إلى التفاؤل، حتى يدعو إلى العمل. إذن هو تعبير جميل فيه دعوة للنشاط، للتفاؤل، للأمل، للنظرة إلى المستقبل الأفضل. أشرق الصبح فهز النائمين. هز النائمين هنا دعوة، هنا دعوة لليقظة، للنشاط، لإيقاظ الكسالة. هز النائمين، أيقظوهم من سباتهم. هز أسلوب أمر، أسلوب أمر فيه دعوة للنشاط واليقظة. يقول الشاعر أيضا: مصر ترجو منكم جيلا فتيا. مصر ترجو منكم جيلا فتيا. كما قلنا سابقا أن كلمة ترجو بمعنى تريد وتطلب. هل مصر تريد؟ هل مصر تنطق مثلنا كي تطلب؟ هل هي إنسان؟ لا. إذن الشاعر يصور مصر بإنسان، بشخص له لسان يتمنى ويطلب ويرجو. إذن مصر هنا ترجو منا أن نكون أقوياء. إذن هو تعبير جميل يتخيل فيه الشاعر أن مصر إنسان يتمنى ويطلب ويريد. الشاعر أيضا ذكر في الأبيات مجموعة من الكلمات مثل كلمة فتيا، وكلمة قويا، وكلمة مقداما، ثلاث كلمات عندما ننطقهم فهي توحي بالقوة والشجاعة. إذن فهو يحثنا على القوة والشجاعة. استخدم الشاعر كلمة مقداما وقويا وفتيا لأنها كلمات توحي بالقوة والشجاعة. يقول الشاعر أيضا: إنما الصحة عنوان الحياة. الصحة هي أساس الحياة بالفعل. استخدم هنا الشاعر أسلوب القصر ليفيد التوكيد والتخصيص. استخدم الشاعر أسلوب القصر ليفيد التوكيد والتخصيص. إنما الصحة عنوان الحياة،
فانشروها نضرة فوق الجبال، انشروها نضرة فوق الجبال. الشعر جعل من الصحة كما لو كانت تاجا يضعها فوق أو يضعه فوق رؤوس الأصحاء. إذن في هذا التعبير تصوير، حيث يصور الصحة بأنها تاج يوضع فوق رؤوس الأصحاء، وهذا دلالة على قيمة الصحة ودعوة للتمسك بها والحرص عليها. وفي بيت آخر يقول الشاعر: وارسموها بسمة فوق الشفاء. الشاعر يصور الصحة ببسمة نرسمها فوق الشفاء، وهنا أيضا دعوة للتمسك بالصحة ودلالة على قيمتها.